الكليشن واسليشن، وايضا أيضا يتضمن الرياجنت اللي لازم ان يتولد حتى يصير هذا النوع من التفاعل، والالكتروفايل المطلوب، والبرودكت اللي يتكون. ففي حاله الهالوجينيشن الرياجنت اللي نستخدمه اما نستخدم لويس اسيد مثل ما علمتكم، لويس اسيد المونيوم كلورايد اتش اف اتش 3 بي او 4 اف اي سي ال 3 وهكذا بوجود الهالوجين. الالكتروفايل هو سي ال بلس او بي ار بلس. البرودكت يتكون اما يكون عندنا كلوروبنزين او برومو بنزين. في حاله السلفونيشن الرياجنت المستخدم هو الاس او 3 والكاتاليست مالتنا اتش 2 اس او 4. الالكتروفايل اللي يتولد هو اس او 3 اتش. المركب اللي يتولد من نتيجه هذا التفاعل هو سلفونيك اسيد. اما النيتريشن فالرياجنت المستخدم هو اتش ان او 3 نيتريك اسيد مع الاتش 2 اس او 4 هو الكاتاليست. الالكتروفايل المطلوب انتاجه هو ان او 2 بلس. الناتج مالتنا هو نيترو بنزين. الفريدلكرافت الكيليشن هو عباره عن اما نستعمل لويس اسيد مع هاليد الكيل، والالكيل هم اما كلور برو، او نستعمل كحولات مع حامض، او نستعمل الكين مع حامض. الالكتروفايل اللي يتولد هو كاربو كاتيون. المركب اللي يتولد الناتج من هذا التفاعل هي مركبات الديريفيتيف اوف بنزين وما تسمى بالارين. الفريدلكرافت اسيليشن هو عباره عن تفاعل الرياجنت مالته هو اسيل هالايد الاكس اما كلورو بروم بوجود اللويس اسيد الكاتاليست. يتكون عندنا الالكتروفايل ار سي دبل بوند او والبوزيتيف تشارج على الكربون. ناتج التفاعل يتكون عندنا ما يسمى بالكيتونات. هذا الجدول هو مختصر عن كل التفاعلات الخمسة اللي أخذناها سابقا، حبيت أحكي عليها. أنا أكدت في محاضرتي أنه الفريدلكرافت الكريشن هو من المركبات المهمة. حبدي أشرح الأمثلة. المثال الأول، لو نضع هذا المثال في حال الفريدلكرافت الكريشن هي تفاعلات إما مثل ما ذكرت إما تفاعلات هاليد الكيل مع لويس أسيد، أو تفاعل كحول مع حامض، أو تفاعل الكينات مع حامض. وهاي الأمثلة هي تتضمن هذين الثلاث تفاعلات. الميزة في هذا التفاعل أن الالكتروفايل يتولد من هذا التفاعل هو كاربوكاتيون. مثل ما ذكرنا أن الكاربوكاتيون إما يكون برايمري أو سكندري أو تيرشري، يعتمد على نوع الرياجنت المستخدم. ففي حالة الرياجنت مالتنا الكال هالايد برايمري او كحول برايمري، يتكون عندنا كربون كاتيون اولي، واذا كان عندنا هاليد الكيل ثانوي يتولد في البداية الكتروفايل ثانوي ان كان كحول او هاليد الكيل، واذا عندنا تيرشري الكال هالايد او كحول يتولد عندنا الكتروفايل تيرشري. لكن كما تعرفون ان الكربون كاتيون له فد خصوصيه بالاستقراريه، فدائما الكربون كاتيون الثالثي هو اكثر استقرارا من الثانوي، والثانوي اكثر استقرارا من الكربون كاتيون الاولي. ولكن اذا عندنا كربون تولد عندنا نتيجه تفاعل ان كان كحولات او الديهاد او الكينات، تولد عندنا كربون كاتيون برايمري، فلازم نعمل انه نجعل هذا الكربون كاتيون اكثر استقرارا من خلال انه يصير اما اعاده ترتيب او ما يسمى بالمايجريشن لاحدى ذرات الموجوده على ذره الكربون المجاوره لذره الكربون حاله من الشحنه الموجبه. اعيد هذه الجمله، يصير اعاده ترتيب من احدى الذرات المجاورة لذرة الكربون حاملة للشحنة الموجبة. حطي أمثلة على هاي التفاعلات، إما يتحول إلى أول يتحول إما إلى ثانوي أو إلى ثالثي، أيهما أكثر استقرارا يصير التحول.
والشرط الثاني انه اذا كان عندي ثانوي فالمفروض اذا اقدر اسوي ان امكن اقدر اسوي ري ارنجمنت او اعاده ترتيب الى كربون كاتيون ثالثي. الشرط الاساسي في تفاعلات الري الميكانيزم مال ري ارنجمنت، الانتقالات مثل ما ذكرت من ذره الكربون المجاوره الى ذره الكربون الحامله للشحنه الموجبه اما يسارها او يمينها لتوليد كربون كاتيون اكثر استقرارا. المايجريشن يحدث اما لآسرة H او لآسرة CH3 ولا يحدث الا غيرهما. اعيد هاي العباره، بدءا مباوع ذره الكربون الموجبه تحيطها اما ذره كربون واحده او ذرتين على جانبيها. انباع هاي ذرتين الكربون المحيطه لذره الكربون الموجبه اذا احتوت على H او اذا تحتوي على CH3 حصريا اما H او CH3، ونباوع انتقالاتها الى ذره الكربون الاقل استقرارا. هاي الانتقالات ان تولد كربون كاتيون اكثر استقرارا عندئذ نقول انه قدرنا نسوي كربون كاتيون اكثر استقرارا نتيجه انتقال اما ذرة H مع عصرتها أو جزيئة CH3 مع عصرتها لذرة الكربون كاتيون اللي كانت أقل استقرارا. حتى نستوضح هاي المعلومة حنطي بعض الأمثلة، ثلاث أمثلة تقريبا هي تشمل هذا المعلومة. بهذا التفاعل لو نباوع عندنا مركب بنزين يتفاعل ويا الكال هلايد من نوع البرايمري الكال هلايد بوجود لويس اسيد انطاني فد مركب معين، لو نباوع كيف يصير هذا الترتيب لهذا المركب؟ الخطوه الاولى طلاب انه الكربون كاتيون الالكال هلايد يتفاعل مع اللويس اسيد. ممكن انا هنا استعملت اي ال بي ار 3 حتى يتشابهون ذرة البروم الموجودة على الألكال هلايد ويا اللويس أسيد. ممكن تستعمل أي أو حتى لو تكتب اللويس أسيد حيتكون عندي فد كومبلكس وسطي. هذا الكومبلكس وسطي نلاحظ يتكون عندنا كربون كاتيون برايمري، كربون كاتيون برايمري مثل ما ذكرت. ألاحظ ذرة الكربون المجاورة للسي اتش 2 بلس، الذرة المجاورة حصرا أباوع تحتوي على ثلاث جزيئات من الـ CH3، ما عندي جزيئة هيدروجين، ثلاث جزيئات CH3. فإذا أحاول أنقل الـ CH3 مع عصرة تبع السام من دي يطلع من الآسرة مع الـ CH3 migration of negative CH3. هاي النيجاتيف يعني دا أقول الآسرة مالتها انتقالها إلى ذرة السي اتش 2 البرايمري. تولد نتيجه هذا الانتقال كربون كاتيون ثالثي. بما انه تولد كربون كاتيون ثالثي فاذا كل ما هنالك افعل مع البنزين يتكون عندي هذا المركب. اذا بما انه تولد عندنا كربون كاتيون اولي فسوينا فد ري ارنجمنت بالجزيئين نتيجه انتقال أو المايجريشن اوف نيجاتيف سي اتش 3، نقطة بالنيجاتيف هي آسرة السي اتش 3 انتقلت إلى ذرة الكربون حاملة للشحنة الموجبة اللي هي برايمري كربون كاتيون لتوليد كربون كاتيون ثالثي أكثر استقرارا. هذا المثال الأول كيف تنتقل؟ انتقلت السي اتش 3. بالمثال الثاني أيضا عندي كحول وليس الكال هلال. مثل ما ذكرنا في حالة الكحولاش تستخدم حوامض. نباوع عندي برايمري الكحول، بما انه عندي برايمري الكحول فانه الزوج الالكتروني الموجود على جزيئة الـ OH الموجودة على ذرة الأكسجين تنتقل إلى البروتون لأن H2SO4 هو حامض، فإذا البروتون عندي يتكون عندي هذا الهيدرونيوم أيون يفقد جزيئة ماء يتكون عندي كربون كاتيون أولي. يتكون عندي كربون كاتيون أولي. بما أنه تولد عندي كربون كاتيون أولي فلازم أسوي إعادة ترتيب
شلون اسوي اعاده ترتيب؟ اضاوع ذره الكربون المجاوره لذره الكربون الحامله للشحنه الموجبه. دا اكد على هذا المنظور، نلاحظ ذره الكربون المجاوره لذره الكربون الحامله للشحنه الموجبه. ذره الكربون تحتوي على ذره اتش وجزيئتين من السي اتش 3. فاذا سوينا انتقال، انا هنا ما سويته بس حخلي لكم هذا السؤال، لو سويت انت انتقال للسي اتش 3 الى مع آصرته الى السي اتش 2، يتولد عندنا كربون كاتيون ثانوي. كربون كاتيون ثانوي. لكن اذا انتقلنا الى ذره، اخذنا انتقال لآصره للآصر ويل الاتش البروتون الى سي اتش 2، يتكون نتيجة هذا التفاعل هذا إعادة ترتيب كربون كاتيون ثالثي. فنلاحظ إذن المفروض هو النيجاتيف اتش، يعني نقصد بالنيجاتيف أكد أنه آصرة الاتش انتقلت إلى ذرة الكربون حاملة، تكون عندي كربون كاتيون أكثر استقرارا، أفاعل مع البنزين يتكون عندي هذا المركب. بالمثال الآخر أخذنا الكين، أخذنا الكين. إذا أخذنا بالمثال الأول الكالهلايد، بالمثال الثاني أخذنا الكحولات، بالمثال الثالث أخذنا الكين وفعلناه بوجود حامض. حسب القاعدة المعروفة لكم البروتون يضاف حسب قاعدة ماركونيكوف يضاف إلى ذرة الكربون اللي تحتوي على أكثر ذرات هيدروجين، فانضافت على CH2 وليس على CH، تكون عندنا كربون كاتيون ثانوي. تكون عندنا كربون كاتيون ثانوي، بما أنه لو نلاحظ في هذا الذرة هذا الأيون أي إعادة ترتيب ما يحدث. ليش ما يحدث إعادة ترتيب؟ لأن حتى لو حدث أخذنا من الـ H المجاورة من الـ CH3 ونقلناه للـ CH الحامل لذرة الكربون، يتكون عندنا كربون كاتيون أولي أقل استقرارا. أو إذا أخذنا من الـ CH2 المجاورة للـ CH إحدى الـ H مع آصرته إلى الـ CH الحامل للشحنة الموجبة، أيضا يتكون عندنا كربون كاتيون ثانوي، يعني ما حيفرق عندنا. وعلى هذا الأساس هذا المركب ما يصير بإعادة ترتيب، يتفاعل مع البنزين من خلال الباي بوند، ينتقل الى ذره الكربون الحامله للشحنه الموجبه، يتكون عندي هذا المركب الايون الوسطي، يفقد البروتون، البنزين يفقد البروتون من هاي الذره، يفقد، يتكون عندنا هنا النيجاتيف، اقصد مو آصره، يعني فقد الاتش، يعني اقصد بهذا السهم فقد الاتش، يتكون عند هذا المركب. في هذا المثال ما صار عندنا الري ارنجمنت بسبب عدم حدوث هذا الري ارنجمنت، بسبب انه ما اذا يصير اي انتقالات ري ارنجمنت داخل الايون هذا ايضا يبقى اما اولي يتكون او ثانوي. بما انه يتكون اولي ما يحدث اي انتقال، او يتكون ثانوي وهو ما يفرق بالنسبه للتفاعل. وعلى هالاساس ما صار عندنا اي انتقال. هاي الامثله الثلاثه حبيت اوضحها للطلبه حتى يعرف انه تفاعلات الفري راديكال كريشن تكوين الكربون كاتيون يحدث من خلال ثلاثه تفاعلات، اما من الكال هلايد بوجود لويس اسيد، او تفاعل كحولات مع الحوامض، او تفاعل الالكينات مع الحوامض لتكوين كربون كاتيون. مثل ما ذكرت وأكرر للمرة الأخيرة، إذا كان المركب كربون كاتيون أولي فيجب أن يحصل إعادة ترتيب لتكوين كربون كاتيون أكثر استقرارا، إما يتحول الكربون كاتيون أولي إلى ثانوي أو إلى ثالثي، يعتمد على انتقالات الذرات أو جزيئة CH3 من ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الحامل للشحنة الموجبة. هذا ما حبيت أشرحه للطلاب بالإلكتروني.
إذا أكو أي سؤال طلاب أفتح مايكك واسألني قبل ما أنتقل للأسئلة. إذا أحد عنده من الطلاب، أي واحد عنده أي سؤال ممكن أن يفتح المايك ويسألني، لأنه لا يكتب لي على الشات ما حباعه، لأن أنت هواية خمس فاتح خمس ملفات وما حشوفه. إذا أحد عنده أي سؤال ممكن يفتح المايك مالته ويسألني. دكتور عندي سؤال، رجاء بس واحد واحد حتى اقدر افهم السؤال. نعم بنتي، بس هذا اول مثال تقدر تعيده؟ اي عيده، احنا عندنا وقت طلاب. المثال الاول هو تفاعل مركب هاليد الكيل. بما انه هاليد الكيل الريجنت مالتنا لازم شيء يكون لويس اسيد، فنلاحظ اهم شيء الطالب يعرف نوع المركب الريجنت، نوع الريجنت، لان السبستريت ما لنا علاقه به. السبستريت فقط نحتاجه اذا بي اتش او ما بي. اذا الريجنت مالتنا هو هاليد الكيل. من يا نوع هو هاليد برايمري الكال هلايد، مثل ما واضحه واضح عندكم بالمثال. بما انه عندي برايمري الكال هلايد، فاذا حيتولد عندي كربون كاتيون برايمري. بما انه عندي كربون كاتيون برايمري تولد عندي، لاحظ ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة. في هذا المثال عندي ثلاث جزيئات من CH3 متشابهة، فأشوف أسوي migration للآصرة الآصرة مع CH3، migration of ناقصاً CH3. هذا الناقص هنا على السهم يعني الآصرة مالها تبع السهم، مين طالع من آصرة، ينتقل الى CH2 تكون عندي كربون كاتيون ثالثي. بما انه تكون كربون كاتيون ثالثي بمعنى انه صار عندي مركب اكثر استقرارا، افعله مع البنزين يتكون عندي هذا المركب. نعم طلاب اسال شو تريد، اسال عندنا وقت طلاب رجاء اسال شو تريد. نعم طلاب اذا احد عنده اسئله. بس واحد معكم يا رجاء. نعم تفضل اول واحد حكى ثاني. دكتور بس انا لما نتفاعل ويا الكحولات عيد المثال خلاص لا لا ما في زحمه. المثال الثاني هو تفاعلات الكحولات. الكحولات بما انه كحول لازم نجيب الكاتلس هو يكون حامض. هذا المثال انباوع نوع الكحول. الكحول اللي امامنا هو كحول برايمري الكحول. من عندي برايمري الكحول، فاذا نتيجه التفاعل الحامض مع الكحول مع الاو اتش يتكون عندي هذا المركب الهيدرونيوم ايون. هذا الهيدرون يفقد جزيئه الماء، فقط هاي النيجاتيف مو يعني فقد جزيئه الماء، صار عندي كربون كاتيون اولي. باوع في هذا المثال انه عندي ذره الكربون المجاوره للسي اتش 2 بلس. ذره الكربون المجاوره تحتوي على جزيئتين سي اتش 3 وذره هيدروجين. فاذا نقلنا السي اتش 3 مع عاصرتها، تقدر انت تسويها اذا تقدر عندك ورقه وقلم. لو نقلنا السي اتش 3 مع عاصرتها الى السي اتش 2 لتولد عندنا فد مركب سي اتش 3 سي اتش بلس CH2CH3 كربون كاتيون ثانوي. اما اذا نقلنا مثل ما تلاحظون ال H مع عاصرته migration of H مع عاصرته تكون عندي كربون كاتيون ثالثي. فالافضل انه ينتقل المايجريشن يصير لل H بدلا من CH3 لتكوين كربون كاتيون اكثر استقرارا، وبعدين يصير نفس التفاعل. واضح طلاب؟ دكتور. نعم بالزحمة اللي في السلايد الثالث. السلايد الثالث، السلايد الثالث هو مثال على تفاعل. لا دكتور رقم ثلاثة فوق أول شيء أول معادلة. أول واحد شرحته، أول واحد شرحته. إيه دكتور بس سؤال على عصر التفاعل، ما لما نقلنا السي اتش 3 نعم مع عصرته. نعم دكتور، هنا الشحنة الموجبة كانت على السي اتش الطرفية، هنا الموجبة الإشارة الموجبة انتقلت لو ظهرت بعد النقل. من انتقلت السي اتش وآصلتها صارت على السي تيرشري، صارت على السي تيرشري إشارة الموجبة.
مو نقلنا من نقول آسرة يعني نقلنا الكترونات بعد الاتش ما تبقى، فصار عندنا سي اتش 2 سي اتش 3 وذره الكربون اللي طلعت من عندها السي اتش 3 مع عصرته اخذت الشحنه الموجبه. تمام دكتور شكرا. نعم دكتور نعم لايت 5 ساعات تقدر تعيده؟ يا سلايد بنتي من عندهم 5 مال الالكين. ايه مثل ما اعطينا بالامثله السابقه هنا تفاعل الكين مع، بما انه عندي الكين فلازم مالتي الكترس يكون حامض. هنا اختاريت الحامض هو فوسفوريك اسيد. البروتون ينضاف الى حسب قاعده ماركونيكو ينضاف الى ذره الكربون التي تحتوي على اكثر ذرات من هيدروجين، فاذا البروتون انضاف الى سي اتش 2 صار سي اتش 3 وصار عندنا كربون كاتيون ثانوي. اذا عندك المنظمه صاحبه اكتب كربون كاتيون ثانوي. هذا الكربون كاتيون ثانوي نلاحظ نقدر نسوي ثالثي من بعض ذرات المجاوره الا اما منها على اليمين مالته سي اتش 3 وعلى اليسار موجود سي اتش 2. فاذا نقلنا من السي اتش 3 اذا نقلنا اتش مع اسرته على السي اتش هاي ليتكون عندنا كربون كاتيون اولي، وهذا غير منطقي. ما يصير نحوله من كربون كاتيون اعلى استقرارا للاقل استقرارا. اما اذا نقلنا من السي اتش 2 المجاوره للسي اتش بلس الاتش مع اسرتها لكان يصير عندنا ايضا كربون كاتيون ثانوي، فما حيفرق عندنا. فلذلك ما صار عندنا اي نوع من المايجريشن، وانما هو الكربون كاتيون الثانوي تفاعل وكوننا المركب. نعم طلاب. اسال ايش قد ما تريد، حتى تريد اعيد لك اعيد لك، ما عندي مشكله. دكتور بس الميكانيزم مطلوبه ضمن الخطوات لو بس مجرد فهم منه؟ لا هاي بالفريدل كرافت حيجيك سؤال وانت تعطيني الحل مالته، يعني حنعطيك خلينا نقول السبستريت وحنعطيك الريجنت واعطيك الامكان اطلب منك الكاتاليس والناتج. تمام انت بتعطيني اياه لازم تسوي لي الميكانيزم مالته. تمام الميكانيزم الوحيد المطلوب. نعم اسال اما السيش عباره عن شنو؟ عباره عن اسرتين اتش، عباره عن فصل السيش وخلي فوق سي اتش وسي يعني سي اتش فوق وسي واتش دوا. اذا انتقلت الاسره مال الاتش مع اسرته ما حتفرق لنا في حاله انتقاله من السي اتش 2 المجاور، حيصير ايضا كربون كاتيون ثانوي. نعم دكتور. دكتور بس هنا يعني الكربوكاتيون شلون نعرف انه هذا اولي او ثانوي؟ يعني شلون يكون شكله؟ شلون نعرف اشرح لكم اياها؟ شلون نعرف الكالهلايد اولي؟ لازم متصل بذره الكربون تكون الهاليد متصل بذره كربون اوليه. بما انه عندي هاليد الكيل اولي فيطلع كربون كاتيون اول. شلون اعرفه؟ تباعين هاي ذره الكربون الحامله للشحنه الموجبه هعيدها. شلون نعرف انه هذا كربون كاتيون اولي او ثانوي او ثالثي؟ المفروض نعرفها من الريجنت مالته، اذا كان هاليد الكين اولي او كحول اولي يعطيني كربون كاتيون اول. اذا هاليد ثانوي او كحول ثانوي يعطيني ثانوي وهذا ثالثي. بس حس حاجه انا ما اعرف شلون نعرف أباوع ذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة بكم ذرة كربون أخرى متصلة؟ فمثلا لو باوع بالمثال مال الكين اللي بتكون عندنا السي اتش عليها بلس كم ذرة كربون متصلة بها على جانبها؟ ذرتين كربون فيعتبر كربون كاتيون أو ثانوي. أما لو باوع بالمثال مال الكحولات باوع السي اتش عليها بلس
هاي السي تعتبر العاليه بلس، هاي السي تعتبر برايمري كربون. ليش؟ لان كم ذره كربون متصله بها؟ وحده بس. من صار عند مايجريشن انباع السي عليها ثلاث ذرات مرتبطه بها كربون، فيعتبر كربون كاتيون شنو ثالثي وهكذا. نعم اهلا وسهلا. نعم طلاب، طلاب سألوني يا بشر. نعم دكتور رسائي، السؤال على كل محاضرة اللي أخذنا حضور نفس الهالة وهاي المحاضرة، لأن يعني آخر شيء قلت لنا من فقرة بالأكليشن، فآخر شيء التفاعل لما كان البنزين والأيزوبيوتيل كلورايد. نعم دكتور، دكتور نعم. أي دكتور قلت لنا أكو المفروض مع أن الفرع أي مجموعة فعالة مرتبطة بالبنزين المفروض تطلع بروبيل بس يطلع بيوتيل، قلت لنا ليش؟ عشان الإلكترون هذا أوضح دكتور علي. لا احنا ايش كنا؟ قلنا بهذاك الرياكشن هي تقريبا مشابه لهذا المثال مال الكحول، بس مو كان هناك قاعده سي ار، هناك هنا سويت، طلعوا السلايد مال الكحول، طلعوا السلايد رجاء، بس بدل هناك كان عندك كلورايد انقصت، انا حولت ذاك الى او اتش وبدلت بدلت الكتلت سويته حمض. هناك نفس المثال مال البرايمري الكحول، هناك برايمري نفس الستركتشر، مو كان او اتش والسي ار عندك هناك ولويس اسيد نفس المثال، بس انا متقصد حولته او اتش واش تو صفر حتى دا اشرح لك اياه. هناك اللويس اسيد نفس المثال، يحتاج بعد اشرحها؟ لا لا واضحه دكتور، نفس المثال، بس الاهم شيء ننتبه على الكاتاليست، اذا كحول اخلي حامض، اذا الكين اخلي حامض، واذا كان عندي الكال هلات اخلي لويس اسيد. نعم نعم شكرا دكتور. نعم اسال اسال شو تريد تسال؟ ذاك المثال هو كان عندنا نوعين من ذرات الكربون، كان عندنا اوليه وثلاثيه، فاحنا اختارنا الثلاثيه لان اكثر استقرار، يعني يعني الستركتشر تغير لما تحول كربوكاتيون. طبيعي يتغير، كليا يتغير. سالتنا قلت لنا يبقى نفسه لو يتغير اكيد، فهو اكيد حيتغير. صح احسنتي. شو اسمك انت حبابه؟ شو اسمك؟ هدير مهدي. صحيح الكربون كاتيون اولي كان يعطينا غير الناتج اللي انطانا الكربون كاتيون ثالث. كليا احنا عندنا اولي، بس اولي يبقى يعني اذا احنا اول اربعه طلاب الاولي فقط موجود وين؟ بهذا المركب. لو عندي اثيلين او عندي سي اي 3 سي اي كتبوه كتب يمك الاول فقط ما يصير لاي ريال رجمت، اذا اول ما يصير اي ريال رجمت اذا عندي اثرين الكين سي اتش 2 دبل بون سي اتش 2 او عندي الكال هلاد مثل سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار او سي اتش 2 سي اتش 2 سي ار او كحول سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، هذا اللي يصير. جرب انت اكتب اثرين مع حامض وفعله ويا بنزين يصير ويا ريجمنت او سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، او لو كان عندي اكتب هاي ملاحظه يمك، لازم تخلون ورقه وقلم يمكم. لو تولد عندي كربون كاتيون اولي من مركب ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الحاملة للشحنة ما بها لا H ولا CH3. أعيد، لو تكون عندي كربون كاتيون أولي أباع ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة ما تحتوي لا على H ولا تحتوي على CH3 وانما تحتوي على اثل جروب. اثل جروب مش الا مايجريشن. ححاول ان شاء الله من اطلب للمحاضره النظري حجيب هيك مثال واحل لكم اياه، كان المفروض يعني اتذكر اعطيكم هيك مثال. فبس فقط انه اخاف اعطي المحاضره، بس ذكروني بالبدايه انه اعطيكم هيك مثال حتى اقول لك شو وقت ما يصير عندنا تحول. كان المفروض اسوي حتى يصير عندكم اطلاع. نعم طلاب. دكتور
عافية ممكن تعيد ان يعني الاول اللي ما يصير له هي ارينجمنت المركبات اللي نقدمها. حطي مثال من اعطي محاضره بالنظري ان شاء الله اعطي لكم مثال. اذكرك ان شاء الله. ان شاء الله اذكر ان شاء الله ان شاء الله انا اذكر. ترد لنا اياه ان شاء الله. انا ما سمعت النت شويه ضعيف هنا. ان شاء الله اسوي حتى يصير واضح لكم حتى نستكمل كل جوانب هذا الموضوع لان هذا الموضوع رئيسي واساسي. نعم نعم ان شاء الله. بس ممكن هذا الاستعداد اللي بعد رقم 14 دي سيرن انتقال الشفت شلون دي سيرن الميجريشن؟ ايه انا خليك اسهم يعني من عند تكون عندي كربون كاتيون اولي ما ادري شلون تسوي تحرك به كيميائيا اي شوف اي اذا يتحرك عندنا اصره الاتش اللي هي عباره عن زوج الكتروني مايجريشن اوف هاي النيجاتيف واتش على السهم دا اقصد اصرته والاتش يعني دا اقصد اتش ماينس ينتقل عندي اتش ماينس يسموها هيدرين تاخذوها بعدين هيدرين احنا البروتون سو اتش اتش موجب نسميه بروتون لكن من عندي اتش ماينس سو هيدرين هاي الاتش ماينس الهيدرين تنتقل الى ذره الكربون الحامله للشحنه مكان سي اتش شو تصير؟ تصير سي اتش 3 ذره الكربون اللي انتقلت من عندها الـ H مع عصرة تصير positive charge. نعم. يعني مثل شنو اللي يصير تجاذب يعني تاخذه؟ وهي من ذرة الكربون المجاور. اما انقل سي اتش 3 او انقل H. مع عصرته شو بدي اكد؟ مع عصرتها. تمام دكتور شكرا. اهلا وسهلا. اذا ما عندكم شيء حتى نحل اسئله شويه. دكتور. نعم. هنا بنفس السلايد. ال H2O دائما نسحبها حتى لان هذا ناتج تفاعل الكحولات مع البنزين وH2O صفر ينتج الماء احنا ما حشينا على الباي برودكت في تفاعلات الالكل هذه ينتج HX في تفاعلات الاسيليشن ينتج HX يعني اي باي برودكت احنا نسحبها دائما نحن نحصل مركبة نعم هنا اذا اقصد ناقصا H2O اذا اقصد يعني طلع عندي جزيئة ماء هو الباي برودكت نعم تمام حتى لو ما عندكم شيء نحل الأسئلة ها طلاب أحد يجاوبني نحل الأسئلة طلاب أوكي دكتور نحل دكتور أمبريت مجموعة أسئلة مدى زيت لكم إياها بالسلايد تقدر تأخذها صورة بين الصورة عندكم مو صح طلاب أسلم بين عندكم؟ أحد يجاوبني يا رجال؟ نعم مثال الأول What is the reagent؟ شريط reagent عبارة عن تفاعل البنزين أقصد reagent أقصد reagent part of catalyst ما دام أدخل علامة استفهام واحدة على السهم ده أقصد reagent والكاتاليست مالته What is the reagent؟ عبارة عن تفاعل بنزين الرئيجي تعرفه تكون عندي هذا المركب عندي أربع احتمالات A و B و C و D ما هو الاحتمال اللي يعطيني هذا الناتج ما حقدر أضع كل مالتكم دكتور نعم جاوب لا تجاوبين خلي يكملون زملائك بعدين جاوب طلاب كتبوا لي على الشات رجاء اكتب لي على الشات رجاء دكتور بس الصوره راحت بس شوف مين بسوي مثال يمك انت اكتب لي على الشات رجاء الكل يجاوبوني لان طبيت على الشات مالكم حتى بوقفهم المثال اللي عندنا هو هذا تفاعل بنزين مع الفيدر ايجنت ثاني هذا المركب ما هو الريجنت اما اي او بي او سي او دي يا
نعم بلا. الجواب الصحيح هو سي، لأنه بعد سي هو هاليد الكيل، وثلاثتهم عبارة عن تفاعلات هاليد الكيل مع لويس أسيد نفس المجموعة. لو نباوع المثال بالتفاعل الثالث بس تكون عندنا كربون كاتيون ثالثي، لو نباع الناتج مالتنا عبارة عن مركب تيرشري السي عليه ثلاث جزيئات سي اتش 3. فالمثال سي هو الصحيح، اللي حل سي هو الصحيح، اللي حل سي هو الصحيح. أكمل الأسئلة كلها. السؤال الثاني عبارة عن بنزين نفاعله مع مركب. طبعا الناس يكتب لكم وألم أكتب جوا السهم لويس أسيد. لويس أسيد نهاية تفاعل أسيليشن فريدل كراب لويس أسيد. أي من هذين البرودكت يتكون يا من عندهم هو اللي يتكون نتيجة هذا التفاعل. الأي لو البي لو سي لو دي. A لو B لو C لو D. أخذ سكرين شوت أخذ صور الأسئلة، صوروه حتى تقدر تجاوب، حتى بقى جديد تجاوبون. A لو B لو C لو D. من بعد جد جابون هذا المثال. الجواب الصحيح هو البي. ليش البي؟ لازم يمتبين كم ذرة كربون عندي سي او سي دبل بوند او واحدة، وعندي سي اتش و سي اتش ثري. أباوع لنباع بالمثال الاي كم ذرة كربون عندي؟ أربع ذرات كربون وير كربوني. في بي عندي ثلاث ذرات كربون مع الكربوني. في سي عندي ذرتين كربون، وفي دي ما عندي ذرة كربون. أنا بعد على الرياجت مالتي كم ذرة كربون؟ هي ثلاثية كربوني وثلاثية. إذن هذا البي هو صحيح. الأي من جاء زيادة بي كربون، والسي بي نقصان، ودي ما بي أي ذرة كربون. هيك حتجي الأسئلة طلاب، واضح؟ الحين هذا المثال رقم، حتى أعطيكم الرابط مع الحضور. What is the organic product of the following reaction؟ بنزين نفعله ويا CR2 بوجود تفاعل بسيط، عندي A وعندي B وعندي C وعندي D. ما هو الجواب الصحيح طلاب؟ يلا طلاب جاوبوا، ما هو الجواب الصحيح لهذا التفاعل؟ تفاعل بسيط عبارة عن تفاعل بنزين مع كلورين بوجود ألمنيوم كلورايد. ولا بد تجاوبون؟ أحد يحكي وياي؟ لا بد تسمعوني؟ يا مركب يتكون عندنا أكيد. أنا متعلق دكتور. نعم أكيد الدي هو الصحيح. ليش الدي صحيح؟ نباع بقية الأي هو مو ذرة بنزين، البي
مو ما يدفع ما ينضاف ذرتين كلور وإنما ذرة واحدة، والسي أيضا هو مو ذرة بنزين، فإذا دي هو المثال الصحيح. آخر مثال على الأسئلة: Which of A to D does not give؟ انتبه طلابي، أهم شيء تنتبه على منطوق السؤال. Does not give isopropyl benzene as a product upon reaction with benzene. ما يتكون عندي isopropyl benzene. Does not give isopropyl benzene. يا منزلني ما ينطيني الايزوبروبيل بنزين، يعني ناتج تفاعل البنزين مع واحدة من هذين الهالجات الألكيل ما ينطيني ايزوبروبيل، يعني ناتج التفاعل هو المفروض يكون يعني ما ينطيني ايزوبروبيل بنزين. ياهو من ذني طلاب، يا من تقولون تجاوبون؟ نعم دكتور، لا أحد يجاوبني هسه، طيب بعد شات ما كان شات. ياهو ينطيني قسم دجاوون صح قسم غلط، ياهو ما ينطيني ايزوبروبايل بنزين. دكتور هذا كيفك، دقيقه واحده لا تعصب، بس خلينا نشوف هاي بعدين اجاوبك. حباب ما اعصب ما اعصب، لا 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 تشاق وياك، لا تشاق وياك دكتور. احنا الصورة من المحاضرة بداية المحاضرة حتى الآن، لكن أقول لك إنهم ترى عرف substitute reagent. ما طالعتكم الصورة من بداية المحاضرة؟ أبداً عانينا من هذا. ليش ما قلت لي أبني؟ ليش من النت؟ يعني كلهم شايفين، كل الجروبات الخمسة شايفين. عندك دا سجل محاضرة، دا سجلها. على الله حصلت. ان شاء الله. ياهو الطلاب من يقول لي؟ ياهو من عندهم جاوبني اي شيء، افتح مايك جاوبني. ياهو من هذا السؤال ياهو. دي اندس كثيرة، لان اصلا هذه الكتلات ما يصير افضل. ما يتكون does not give isopropyl benzene. ما ينطي دي، هو الجواب الصحيح دي، لان في جواب دي لو مباوع ينطيني تيرشر بيوتايل، البقيه كلها تعطي ايزوبروبيل بنزين، بس جواب دي اللي جواب دي هو الصحيح. دا اقول لك does not give isopropyl benzene، ما ينطي ايزوبروبيل بنزين. ودي يعني انتبه على منطق السؤال، الدي هو الجواب الصحيح. حدز لكم الرابط لكل كل جروب، ادز الرابط مالته حتى تسجلون الحضور مالكم. حدز الرابط لكل المجاميع واحدة ورا الاخ، هاي الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، وهذا الجروب الخامس. كلكم استلمتوا الرابط ولدي؟ كل استلمت؟ هذا الأول. الحمد لله. سجلت المحاضرة. نعم.
دكتور بالنسبة للمثال الأخير. نعم. لازم يكون الريجنت يعني هاليد الكيل. لا مش شرط. لا مش شرط. لا مش شرط. أنا أعطيتك المثال الأي هو هاليد الكيل، الثاني هاليد الكيل، الثالث والرابع هو الكين. أباوع بالمثال الأول، بالمثال الأول لو انفعل هذا المركب أصلاً هو يعطيني سكندري كربون كاتيون وما يصير بي أي أي رياضي. الكين لازم يحاوض. إيه يعني آخر واحد هو الكين مع حامض H3PO4، حامض عشان H3PO4. حامض يشتغل ما اشوفه ما صوره. ها مو مشكله سجلتها، سجلتها المحاضره ان شاء الله ادزلكم اياها المحاضره سجلتها ان شاء الله ان شاء الله. نعم طلاب اذا ما عندكم شيء، اذا ما عندكم شيء بس ان شاء الله يوم الثلاثاء والاربعاء نكمل محاضرات الملزمه اللي عندكم اصلا. وبالبدايه حنطي مثال على مركب لا يحدث به برايمري بس لا يحدث فيه اي نوع من الري اريجمنت. نعم ماكو شيء طلاب؟ اذا ما عندكم شيء حتى نغادر المنصه. شكرا جزيلا. دكتور تقدر تنزل كلاس روم؟ اي بس اخر السحبه وانزلكم على كلاس روم ان شاء الله. تمام شكرا جزيلا. تقدرون تتفضلون كلكم. اخذت الرابط مالتها؟ اكو حد ما اخذها؟ دوم. انا حنتظر بعد خمس دقائق حتى تاخذون الرابط معكم وتسجلون حضور.